مش مكلف، وربنا كلفك بتكاليف، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك سبحانه صلى الله عليه وسلم تكاليف الرب عز وجل، ولم يجري عليك القلم إلا لما اكتملت وبصلت سن البلوغ وكنت تعقل وكلفت وأمرت ونهيت ووضح لك السبيل وبين لك أن السبيل عليه أعداء يتربصون بك وهناك نهي. انت ما تلومش على نفسك، لوموا أنفسكم. عشان كده ابن القيم بقى هنا بقى هنجيب كلام ابن القيم، شوف الناس دي بتتكلم ازاي بقى. يقول لك طيب الإنسان عشان يكون على صراط المستقيم يبقى في الحتة دي، طيب هو يعمل ايه بقى طريق ده عشان يصل؟ فابن القيم بيقول لك الإنسان محتاج أربع حاجات. محتاج ايه؟ أربع حاجات. بيقول لك محتاج علوم، يعني علم، ومحتاج إرادات، ومحتاج ايه؟ أعمال، ومحتاج تروك. أربع حاجات. محتاج علوم يتعلم، ومحتاج إرادة إن يكون عنده إرادة عشان يمشي، ومحتاج أعمال، ومحتاج تروك. هنقف مع كل حتة كده واحدة واحدة. نرجع لأول الكلام، أنت ماشي على الصراط في الدنيا عشان تدخل الجنة، فقال لك أنت خلي بالك أنت محتاج علم تعلم. ودي بقى نقولوها للإنسان اللي كان بيطلب العلم وترك طلب العلم، أنت رايح فين بقى؟ ده أنت العلم حاجة ضرورية لك،